ايه هي المشكلة الصحية الخطيرة اللي نسبة كبير جدا من الناس بتعاني منها وكلهم بيتعاملوا معاها على ان هي شيء طبيعي؟ ما هو عندنا كلنا، واكتر من نص الناس اللي بتشوفني دلوقتي حالا بتعاني منها. ها فكروا معايا كده، خمنوا. سهلة جدا. ايوه صح، الامساك. النهاردة بقى هنحل مشكلة الامساك دي تماما. عارفة انكم عملتوا كل حاجة علشان تعالجوا الامساك ومفيش فايدة. شربنا مية، زودنا خضار والياف، اتحركنا، خدنا ملينات، برضو مفيش فايدة. اصل احنا عيلة ممسكة. هموت، الكلمة دي بتقتلني، بتطعني في قلبي كده. كلمة اصل احنا عيلة ممسكة او انا شخص ممسك، محدش يقولها لي تاني. هنحل مشكلة الامساك عن طريق نبتة طبية طبيعية 100%، جربتها عشرات المرات مع حالات مختلفة باختلاف اسباب الامساك وجابت نتائج عظيمة معاهم. تعالوا بقى نشوف ايه النبتة دي، نجيبها منين، نستخدمها ازاي، امنة ولا لا، مين ما يقدرش يستخدمها، مين يقدر يستخدمها ومين ما يقدرش، وايه مشكلة الامساك دي اساسا، وليه الناس كلها بقت بتعاني من الامساك، ونعمل ايه عشان الامساك ما يرجع لناش تاني. تنسوش تعملوا بقى لايك للحلقة، ولو انتوا عيلة ممسكة ما تنسوش تشيروها مع العيلة كلها عشان نشوف بقى ايه اخرة القصة دي. ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكوا كل الحلقات الجديدة. ويلا بينا نبتدي. انا نادا حرفوش ودي قناة والبينج. قبل ندخل في الموضوع انا عايزة اشكركم، احنا وصلنا 100,000. شكرا لوجودكم، شكرا لكل مره دعمتوني فيها بلايك او كومنت او شاركتوا الحلقات مع حبايبكم، لان من غيركم، من غير دعمكم ما كناش هنوصل، وكل انجاز جديد هنحققه انتوا السبب فيه. شكرا على الدعم المستمر. ندخل بقى في الموضوع. يا جماعه الامساك مش مشكله بسيطه وينفع نعيش معاها سنين، دي كارثه ممكن تكون سبب في مشاكل صحيه كبيره وخطيره. في ناس بتيجي تقول لي انا عندي امساك مزمن بقالي 20 و30 سنه، ازاي كده وما يليها بقى من امراض، وعندي مرض كذا وعندي مرض كذا، امراض مناعيه، امراض مزمنه، كل اللي قلبك يحبه تلاقيه، وهلم جر. رحت للدكتور كذا ودكتور كذا وباخد ادويه لكذا وادويه لكذا. فبسال سؤال بسيط جدا، طيب يعني طول الرحله الطويله دي مع الامراض والعيادات والمستشفيات محدش اهتم ان هو يحل لك مشكله الامساك؟ كل مره بلاقي نفس الاجابه، لا انا اتعودت على الامساك وتعايشت معاه وانا اصلا شخص ممسك. بجد بيبقى هيغمى عليا من الجمله دي، بيجيلي ضيق تنفس. مفيش حاجه اسمها انا شخص ممسك او احنا عيله ممسكه او الامساك ده حاجه وراثيه في عيلتنا. الامساك خطير لان هو بيسبب تراكم الفضلات وما تحتويها من سموم كان مفروض ان الجسم يتخلص منها بشكل طبيعي جدا، ده لو احنا بنقدر نقوم بعمليه الاخراج بصوره طبيعيه. الامساك هو المدخل لكل المشاكل الصحيه الكبيره. الامساك ممكن يسبب ارتشاح الامعاء، وشرحت الربط بين ارتشاح الامعاء وبين الاصابه بالاضطرابات المناعيه، فمن فضلكم ارجعوا لحلقه ارتشاح الامعاء. هنتكلم عن اسباب مشكله الامساك والحلول الجذريه ليها كمان شويه، بس خلوني اقول لكم في الاول عن النبته الطبيعيه السحريه في حل مشكله الامساك، لانه انا فاهمه قد ايه مشكله الامساك مؤلمه ومتعبه جدا لاي شخص بيعاني منها. هيكون بيعاني دايما من الام البطن والقولون والانتفاخات، الام اثناء التبرز، وحتى الصداع وقله التركيز والعصبيه. ايه ده، هو ممكن يكون كل ده بيحصل لي بسبب الامساك؟ اه طبعا كل ده بيحصل لك بسبب الامساك. النبته اللي بتكلم عنها هي الكاسكارا ساجرادا، او القشره المقدسه، او اللحاء المقدس، او النبء المسهل، كل دي اسماء ليها. هي نبته بتستخرج من احد انواع اشجار النبء الموجوده في امريكا الشماليه، وبتستخدم في الطب الشعبي من مئات السنين لعلاج الامساك. بدا يتعمل عليها ابحاث مؤخرا، وحاليا مصرح بتداولها بشكل رسمي في امريكا كملين ومطهر للامعاء والقولون. الحقيقه الكاسكارا ساجرادا من النباتات اللي انا كنت ناويه اتكلم عنها من فتره طويله، بس انا ما بفضلش ان انا اتكلم عن اي نبته طبيه علشان بس الابحاث بتقول ان هي فعاله، لا لازم اتكلم عن تجربه. انا الحقيقه ما جربتهاش على نفسي لان انا ما عنديش المشكله دي، لكن انا جربتها مع عشرات، فعليا عشرات الحالات اللي بتعاني من الامساك بقالها سنين طويله، جربوا كل حاجه من غير نتيجه. الكاسكارا ساجرادا جابت معاهم نتيجه، كلهم 100% منهم جابت معاهم نتيجه، نتائج قويه جدا ومن غير اثار جانبيه، بس ضروري ان احنا نستخدمها بطريقه صح، وهقول لكم نستخدمها ازاي بامان. النبته دي بتحتوي على مركبات الانتراكينون، ودي بتحفز حركات الانقباض والانبساط اللي بتحصل علشان يتم تفريغ الامعاء، وده بيخلي تاثيراتها لعلاج الامساك قويه جدا، غير ان هي بتستخدم لتنظيف القولون، الناس اللي بتعمل كل فتره ديتوكسات مثلا، وكمان بتعالج عسر الهضم. مش بس كده، الكاسكارا ساجرادا بتحتوي على مركب اسمه الايمودين، وده بيساهم في الحمايه من بعض انواع السرطانات زي سرطان الكبد مثلا. ولكن في نقطه مهمه جدا لازم اتكلم عنها، انا دلوقتي مثلا بعاني من الامساك، استخدمت الكاسكارا جابت معايا نتيجه كويسه واتحلت المشكله، كويس جدا، لازم بقى اعالج السبب اللي كان مسبب لي الامساك اصلا علشان ما يجيليش امساك تاني. هو الامساك بيحصل ليه؟ اول واشهر سبب هو خلل التوازن البكتيري داخل الامعاء، سواء بسبب قله اعداد البكتيريا او خلل في التنوع
وده بيحصل ليه؟ بيحصل بسبب طبعا تناول المضادات الحيوية، او ان احنا اكلنا غني جدا بالسكر وبالاكل المعالج وفقير جدا بالالياف اللي هي غذاء البكتيريا. في الحالة دي لو انا متعودة اخد مضادات حيوية، الامساك حصل لي مثلا بعد كورس مضاد حيوي اخدته، او انا مثلا اكلي كله سكر ووجبات سريعة، يبقى لازم ادعم بكتيريا الامعاء وازودها عن طريق تناول البروبيوتيك والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك زي المخمرات والساور كراوت. هوقف الخضار تماما لفترة، وبعد كده أرجع أدخل الخضار بالتدريج في نظامي. الأول أدخله ستيمد يعني مطهي على البخار، بعد كده أبدأ أدخل الخضار الني في السلطة، وأخلي الخضروات الورقية آخر حاجة خالص في إن أنا أرجعها تاني لنظامي. طيب أعرف إزاي إن هي دي مشكلتي فعلا، إن أنا عندي خلل في بكتيريا الأمعاء؟ لو أنا جربت أكل خضار ني أو سلطة وحصل لي إمساك أو انتفاخات، ده معناه ان انا اكيد ما عنديش بكتيريا كفاية علشان تهضم الخضار. طيب ايه تاني ممكن يسبب لي امساك؟ نقص المعادن. لو عندي نقص مثلا في المغنيسيوم والبوتاسيوم هيجي لي امساك. اعرف ازاي ان انا عندي نقص في المغنيسيوم؟ عن طريق الاعراض اللي منها الامساك او الارق، الام العضلات او الكرامبس او الشد العضلي. اتكلمنا عن كل اعراض نقص المغنيسيوم ونعوضه ازاي في حلقه المغنيسيوم، ممكن ترجعوا. كمان قله الحركه بتسبب الامساك، لان هي بتاثر على حركه الامعاء، الانقباض والانبساط بتاعها. فلو انا مثلا نظام حياتي ان انا او شغلي بيتطلب ان انا طول الوقت اكون قاعده على مكتب او ما بتحركش كتير، يبقى لازم اغير ده واعمل لنفسي روتين اتحرك. العصبيه، التوتر، القلق من اكتر الاسباب الخفيه للامساك، لان في اوقات التوتر الجسم اصلا ما بيقدرش يقوم بعمليه الهضم. الميه، قله الميه تسبب امساك. لو انا مش بشرب ميه خالص هيجي لي امساك، وشرب الميه زياده عن اللزوم برضو يجيب امساك، لان الجسم بيتخلص من الميه الزياده، وده بيسبب نقص المعادن زي البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي قلنا ان نقصهم بيسبب الامساك. فلازم نراعي ان احنا نشرب ميه كفايه بس من غير مبالغه. تمام كده الحاجات اللي احنا قلناها دي علشان نبقى حلينا المشكله من جذورها. نرجع بقى للكسكره سجرادا، شكلها ايه ونجيبها منين ونستخدمها ازاي، جرعتها ايه ومين ممنوع يستخدمها. نجيبها منين؟ ممكن نجيبها من عند العطار عادي خالص. قلت كل الاسماء المعروفه بيها في بدايه الحلقه، اللي هي القشره المقدسه او اللحاء المقدس او النبء المسهل. موجود منها كمان النبته نفسها اورجانيك، هو ده شكلها. تعالوا نفتحها مع بعض ونشوف شكلها ايه، علشان لازم نبقى عارفين شكلها قبل ما نروح نشتريها. هو ده شكلها، يا رب تكون واضحه للكاميرا. ده شكلها. ليه انا وريتكم شكلها؟ علشان لو هجيبها من العطار لازم اخلي بالي، لان في حاجه تانية بتتباع اسمها القشره برضو، بس تبقى معموله من قشور القهوه، فهي مش دي خالص اللي احنا عايزينها. في منها كمان اكستراكت، ده بيبقى او مستخلص، ده بيبقى كبسولات، وده اكتر حاجه نتائجها سريعه. اللي عايز يجيبها هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. لو انا هاخد الاعشاب نفسها في صورتها الطبيعيه هطحنها كويس جدا لحد ما تبقى زي الباودر كده، واحط منها معلقه شاي صغيره على ميه مغليه واشربها. لو مستخلص كبسولات يعني هناخد كبسوله واحده بس يوميا، بيبقى التركيز بتاعها 450 ملي جرام. ناخدها امتى؟ الافضل قبل النوم، وده هيخلينا ندخل الحمام الصبح بسهوله اول ما نصحى من النوم. الكسكره سجرادا بتستخدم لمدد قصيره بحد اقصى اسبوعين بس، ولازم وضروري نشرب ميه كفايه وقت استخدامها، وهي عاده بتجيب نتائج قبل كده بكتير. في تحذيرات بتقول ان الكسكره سجرادا ممكن تاذي الكبد، بتعمل هايبوتوكسيسيتي، ولكن الدراسات اللي بتقول الكلام ده بتاكد انه الناس اللي حصل لها كده استخدموها بجرعات كبيره جدا لاوقات طويله جدا. علشان كده لازم نراعي الجرعات اللي احنا قلنا عليها ومده الاستخدام، وبالعكس لو استخدمناها صح ماده الايمودين الموجوده فيها ليها تاثيرات ايجابيه جدا على الكبد. طيب مين اللي ممنوع عليهم استخدام الكسكره سجرادا؟ الحوامل والمرضعات، الاطفال اقل من 12 سنه، الناس اللي بتعاني من قرح الامعاء او القولون التقرحي او عندهم مرض كرونز، ربنا يشفيهم كلهم. جربوها وهتدعولي هتحل مشكله الامساك معاكم تماما. لو عجبتكم الحلقه دي ما تنسوش تعملوا لايك للحلقه وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، ما تنسوش تشاركوا الحلقه دي مع اي حد تحبوا ان المعلومات دي توصل. ولو عندكم اي سؤال او في اي موضوع حابين ان احنا نتكلم فيه سيبولي في الكومنتس، ولو عايزين تاخدوا فكره عن الاستشارات هتلاقوا اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.